أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول في أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: تطورات معارك تحرير مركز مديرية باقم، ميليشيا الحوثية تجبر اللاجئين الأفارقة على القتال في مدينة الحديدة، جريمة كل ساعة ترتكبها ميليشيا الحوثية في اليمن. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: مقتل 8 حوثيين في مواجهات مع الجيش جنوب دمتة، الصراع الحوثي في الواجهة، محمد علي ينتهز سجون التعذيب للتصويب على دولة المشاط وأمن الخيواني وقيادة عبد الملك، قرقاش يحذر من شرعنة دولة الميليشيات في مشاورة السويد حول اليمن، الحديدة ميليشيا الحوثي تعسكر مدرسة ثانوية وتحول أخرى سجنا للمختطفين، خبير أمريكي ينصح السعوديين والإماراتيين بشأن السيناريو الذي تدفع عليه الضغوط الغربية في اليمن، ميليشيا الحوثي تنشئ هيئة دبلوماسية جديدة بديلة للخارجية. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: عملية عسكرية تسفر عن مصرع 2 من قيادات القاعدة بأبيان، صحيفة أمريكية تحذر التنازل عن اليمن لإيران سيؤدي إلى كارثة إقليمية لا يمكن لأحد وقفها، بعملية خاطفة حصدت قيادات حوثية، القوات الحكومية تصل إلى المجمع الحكومي وسط باقم صعدة، إصابة قيادي حوثي في ذمار برصاص مجهولين، قصف مدفعي حوثي استهدف قرية غربية الضالع. الأمن القومي الخاضع للحوثيين يعتقل مدير كاك بنك فرع 60 بصنعاء. عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية: الصمت الدولي شجع الحوثيين على ارتكاب الجرائم، موجة نزوح كبير في الحديدة بسبب هجمات الحوثيين، هل ستحقق التربية والتعليم إنجازا أم تنتظر ما ستؤول إليه التسوية السياسية؟ الأمم المتحدة بحاجة لخمسة مليارات دولار لإغاثة 20 مليون يمني، 2018 عام الخسائر الكبيرة للميليشيات الحوثية، غموض مبادرة غريفيث بشأن الحديدة وغياب الثقة ودخول العامل الإقليمية، ثلاثة عوامل تهدد بإفشالها. سبتمبر نت أوردت العناوين التالية: العقيد المالكي، التحالف يبذل جهودا حثيثة لإنجاح المشاورات وبدعم جهود المبعوث الأممية، العميد الأثلة يؤكد تحرير قوات الجيش لمركز مديرية باقم في صعدة، اليقين أوردت العناوين التالية: الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفشي وباء الكوليرا مجددا في اليمن، الأمم المتحدة تقترح انسحاب الحوثيين من الحديدة في اليمن مقابل وقف القوات الحكومية هجومها. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: الحكومة ترفض وجودا طويل الأمد لقوات أممية في المدينة الساحلية، قرب تطبيق اتفاق الأسرى وانقسام حول خطة الحديدة وحديث حول جولة جديدة مطلع 2019، غريفيث ينجح في نقل عدوى التفاؤل إلى طرفي المشاورات، مشروع مسام يفكك أكثر من 22 ألف لغم زرعه الانقلابيون في محافظات يمنية، تصعيد حوثي في جبهات القتال يهدد بإفشال المشاورات، الميليشيا هجرت 619 أسرة من تعز منذ مطلع العام، زوارق حوثية مفخخة تهدد الملاحة في البحر الأحمر. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: الأمم المتحدة بحاجة لخمسة مليارات دولار لإغاثة 20 مليون يمنية، خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي خلال 2018، الساحل الغربي يلفظ المشروع التوسعي الإيراني. وفي مقالنا في هذه الحلقة للكاتب سمير الصنعاني تحت عنوان تكفير ما دون الصرخة داعشيات الحوثية، قال فيها: من يتابع خطباء الميليشيات الحوثية الذين يتوزعون على مساجد العاصمة صنعاء ويرصد ما يقولونه سواء خلال خطبهم في أيام الجمعة أو خلال الخطب التي يلقونها عقب بعض الصلوات، سيدرك بسهولة مدى الداعشية التي ينتهجها فكر هذه الميليشيا تجاه الآخرين من المختلفين والمعارضين لها.
داعشية الخطاب الحوثي تتمظهر بأشكال عدة، بدءا من اتهام الآخرين بالداعشية، مرورا بوصم المخالفين لهم بالمنافقين، وصولا إلى التكفير، وانتهاءا بحجم الممارسات الوحشية بحق كل من يخالفهم أو يعارضهم في الرأي والموقف أو يخالفهم المذهب والاعتقاد. في خطبة الجمعة بأحد مساجد العاصمة امبرأ خطيب تابع للميليشيات ليحلف بأغلظ الأيمان أن حركته وفي مقدمته ميليشياتهم، اللجان الشعبية، هم المؤمنون فقط، وهم من قصدهم القرآن بهذا المصطلح، فيما كل من يخالفهم ليسوا سوى مجرد منافقين أو كفار يتبعون لواء الشيطان المتمثل بأمريكا وإسرائيل حد زعمه. خطيب ميليشياوي آخر: يحصر الإيمان بالله فقط بأولئك الذين يؤدون صرخة الموت الحوثية، فيما من يرفضها فهم موالون للكفار، ومن يوالي الكفار فهو كافر بل وأشد خطرا من الكافر. كما يقول ذلك الخطيب الحوثي الذي جاهد في الاستدلال بآيات قرآنية وأورد لها تفسيرات من ملازم سيده المتمرد الصري حسين الحوثي. أما ثالثة الأثافي فكانت ما أورده خطيب حوثي وهو يتناول مشاورة السويد بتشبيهها بصلح الحديبية، واعتبار أن موقف ميليشيات اليوم يشبه موقف الرسول وأصحابه في ذلك الصلح، فيما موقف المعارضين للحوثية هو موقف كفار قريش كما زعم. ما سبق فقد نماذج لمئات بل وآلاف الشواهد اليومية التي يجد المتابع أو الراصد لخطاب الميليشيات الحوثية الذي تكرس عبر خطبائها الذين فرضتهم على المساجد في أمانة العاصمة صنعاء، وكلها تقدم أدلة واقعية على مدى الفكر الداعشي لدى الحركة الحوثية، وهو الفكر الذي يحصر الحق في نفسه ويرى في الآخر باطلا. ولذلك فالحوثية ترى في كل من يخالفه المعتقد والمذهب والثقافة والفكر والسلوك مجرد كافر ومنافق وداعشي وقاعدي يجب قتاله وشن الحرب عليه تحت مزاعم الجهاد في سبيل الله، وهو نوع من النفاق والكذب الذي لا يمارسه إلا أصحاب الفكر الداعشي. كما أن داعشية الحوثي لا تقتصر على الفكر والثقافة والخطاب الذي تقدمه للمجتمع بما يتضمنه من حصر الإيمان عليها، بل أيضا ومن خلال السلوك والممارسة الواقعية بحق المخالفين والمعارضين لها، وهو ما يتضح جليا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتعذيب وحجم الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق آلاف المعتقلين والمختطفين. ومما ورد في تقرير وكالة سوشتاد بريس حول هذه الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي سوى غيظ من فيض مما يمارس فعليا في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات بحق المعارضين لها، ناهيك عن الطرق والأساليب البشعة والقذرة في الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات بحق الناس من كافة الشرائح الاجتماعية، وبغض النظر عن مستوياتهم التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية، فالجميع لديها مجرد عبيد خلقوا ليكونوا في خدمة السيد وأتباعه وميليشياته، وهو ما يعكس فكرا وسلوكا قد يكون أخطر من الفكر والسلوك الداعشي بمراحل. ولعل المشكلة التي يواجهها المجتمع اليوم أن مواجهة خطر الفكر الداعشي الحوثي لا تزال عملية غير ممنهجة، بل وتكاد تكون مقتصرة على بعض الأصوات السياسية والإعلامية القليلة التي تحاول نقد هذا الفكر وإيضاح خطره على التعايش والسلم الاجتماعي، وهو ما يتطلب المزيد من اتحاد الرؤى والرؤية لدى كل من يستشعرون خطر الداعشية الحوثية على حاضر ومستقبل البلاد والأجيال القادمة وبلورة مشروع لمواجهة هذا الخطر. سوف نناقش في هذه الحلقة محورين رئيسيين هما الصدى الحملة الثانية لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي، وكذلك ما يدور في مشاورات السويد. معي في الاستديو الإعلامي والمحلل السياسي أنور الأشول، ومعي أيضا عبر الهاتف الناشط الإعلامي هزة علبيل. قبل أن نناقش قضايانا نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا، البداية معك أستاذ أنور. كيف تجد صدى الحملة الثانية لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك. وفي الحقيقة عندما يصل هاشتاق المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح إلى الملايين، سواء كان في الحملة الأولى أو في الحملة الثانية، نجد أن من الضرورة بمكان أن يكون هناك صدى أممي
رفع العقوبات الظالمة والمجحفة في حق السفير أحمد علي، هذا الرجل قبل أن يكون دبلوماسيا، قبل أن يكون قياديا، قبل أن يكون هو في الآخر مواطن، وهو مواطن له حقوق إنسانية مكتملة، وخاصة عندما يكون مواطن ومثالي. هو الرجل المثالي الذي لم نجد له خطأ ما، لم نجد له انتهاكا ما، لم نجد له أي شيء من هذا، أيديه بيضاء من كل الدماء التي تسفك هنا وهناك. فأصبح بات من الضرورة بمكان الضغط الدولي محلي والإقليمي والدولي على رفع العقوبات الظالمة والمجحفة في حق السفير أحمد علي عبد الله صالح. نعم. ناهيك عن أن مرور هذه السنوات وهو تحت هذه العقوبات وهو صامت، هذا الصمت والمشاهدة عن بعد عما يجري في هذا الوطن، نجد أن هناك، أنا متفائل جدا حقيقة برفع هذه العقوبات. نجد أننا اليوم ونحن نحتفل بمرور 70 عاما على التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان، مناسبة أممية أن يكون لها أيضا فعل إيجابي في هذا الاتجاه، وهو بإمكانية رفع هذه العقوبات. وإن كان يعني أنا متوقع أنه في فبراير القادم سيتم رفع العقوبات، خاصة أنه سيكون هناك استحقاق، إما أن يعني استمرارها أو رفعها، وأنا متفائل كثيرا برفع هذه العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نعم، ما هي دلائل هذا التفاؤل يعني أنه سوف يتم رفع العقوبات؟ انتفى السبب. أنت كمجلس أمن أقريت أو أصدرت قرارا بأن هناك معرقلون، بأن هناك معرقلين للمسار السياسي الذي كان موجود في اليمن، مسار المسار السياسي الذي كان يعني حينها الناس متفائلين به، بأن هناك من يقف عائقا أمام هذا المسار السياسي أو مسار التسوية التي كانت حادثة في اليمن. نعم. هذا السبب اليوم انتفى تماما. يعني من هو المعرقل اليوم؟ اليوم العالم يعرف ويشهد ويتابع ويراقب، سواء كان على مستوى الداخل في اليمن أو على مستوى العربي والإقليمي أو الدولي، من يقف عائقا أمام أي تسوية أو أي رفع معاناة عن الشعب اليمني وعن كاهله الذي الآن دخلنا على انتهاء 4 سنوات من هذا العذاب وهذا الهوان للشعب اليمني. أين أحمد علي من هذه الانتهاكات؟ أين أحمد علي من هذا كله؟ لا يوجد سبب اليوم. وحتى في الماضي أيضا هو أدرج اسمه أيضا ظلما، يعني عندما يدرج اسمه هو ظلما ونكاية كان بالزعيم رحمة الله عليه علي عبد الله صالح، ونكاية بالمؤتمر الشعبي العام الذي كان في تحالف وطني مع ما يسمى بالحوثيين. نجد أن هذا السبب اللي انتفى. الزعيم رحمة الله عليه أيضا سقط شهيدا في سبيل الوطن، في سبيل أيضا الخروج من براثن الحوثية التي أخذت باليمن مأخذا آخر. فماذا أمام الأمم المتحدة أو مجلس الأمن؟ أن يبقي العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح. فكلنا أحمد علي عبد الله صالح، ويجب أن يكون هناك صوتا مدويا في كل أرجاء العالم بأن أحمد علي عبد الله صالح أصبح من الضرورة الملحة أن ترفع عنه العقوبات. نعم، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف هزاع البيل. هزاع، أدرج اسم السفير أحمد علي بشكل كيدي والتناحر سياسي واضح. الرجل كان رجل دولة بعيد عن ما حصل في اليمن من أحداث ومن أيضا حروب. ما الذي ينتظره مجلس الأمن الدولي لرفع هذه العقوبات؟ مساء الخير أختي العزيزة. أولا لا يخفى عليكم أنه ما حدث في الماضي لابد أن نتجاوزه، ولا نبحث فيما حدث أو فيماذا قيل أو لماذا سمت هذا حال الوقت وحالة اللحظة. أن نتحدى اليمين يقفكم جميعا وأن يمدوا يد المصالحة لبعض، وأن ترفع العقوبات المفروضة جورا على السفير أحمد علي عبد الله صالح. لابد من إنهاء هذه العقوبات وأن يتحدى اليمين جميعا. ما حدث في الماضي حدث، وكلنا دفعنا أخطاءه، بلد متناحر الآن في يد عصابات نعرف مدى إجرامها، وهي تستهدف كل اليمنيين. أي خلاف سياسي آخر يحل على طاولة المفاوضات وبين اليمنيين، وهم جميعا أخوة في الأول والأخير. لابد من رفعها سواء وعادة اللحظة، تأخرت كثيرا لكن لابد من رفعها.
وهناك مشاعر إن شاء الله القرب رفعها قريبا إن شاء الله. نعم. من ضمن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الآن هو الإنشاء هيئة بديلة عن الخارجية بأسلوب جديد، برأيك هل تريد بهذه الهيئة إقحامها بدلا عن الخارجية لمواجهة المجتمع الدولي بعصابة غير معترف بها؟ لو أتينا للميليشيات الحوثية فهي تقوم بتغيير هوية اليمن بالكامل وليس الخارجية فقط. ما يفعله الحوثي اليوم هو تدمير لليمن بشكل عام في جنب كافة مؤسساته، من خارجية من تربية من تعليم. لم يبقي شيء الحوثي إلا يريد محو هويته وتدميره. ما يفعله الآن الحوثيين وبخبراء من حزب الله وإيران لديهم باع طويل من المهاترات والحروب، ويعلمون كيف تشكيل اللوبيات والميليشيات الخارجية والاتحادات، وهم يبحثون عن صوت. هم يعلمون أن لا قبول لهم لا في المجتمع العربي ولا في المجتمع اليمني، فلجأوا إلى المجتمع الأوروبي أو المجتمع الخارجي يريدون أن يبدوا أنهم مظلومون، حيث أن هناك تعسيم إعلامي كبير من ناحية المعرفة في اليمن وماذا يجري في اليمن وماذا يسوقون أنفسهم على أنهم أقلية، ولكن لا يعلم العالم من هي الأقلية هذه. هل هي أقلية، هل هي أقلية حقيقية أم لا وجود لها، وإنما عصابات إجرامية وميليشيات تقوم بتدمر بلد بأكمله. ما يحصل اليوم الحوثيين هو نشاط خارجي كبير يحاولون فرض سيطرتهم الخارجية إعلاميا أو عبر نشطاء أو مفوضين من كمشروع يسوقوا لمشروعهم. والأمانة يعني أنه لدينا ضعف نحن في هذا الجانب في مواجهتهم. لديهم خبرات كبيرة، وصلوا إلى أماكن عميقة، وصلوا إلى الآن الصحف الأوروبية تدعي أنهم وفد صنعاء، وهذه جريمة في حد ذاتها أن يدعى أن الحوثيين هم وفد صنعاء أو وفد مناطق الشمال. الحوثي لم يكن في يوما من الأيام يمثل أي يمن موجود في الداخل. أعود إلى ضيفي في الاستديو. أستاذ أنور، برأيك هل تعمل المشاورات الحالية في السويد لشرعنة نقول دويلة الميليشيات؟ يعني ما يجري في السويد هو لابد أن نعرف بأنه لا يجب أن نتفاءل كثيرا، ولا يجب أيضا أن نتشائم كثيرا، يعني حتى لا نرفع السقف كثيرا ونصاب بخيبة أمل ونصاب بتراجع في ما يتفائل به المواطنون خاصة في الداخل. لكن التوقعات حتى الآن أن هناك اختراقات لبعض المحاور، اختراقات لبعض الجوانب الإنسانية، وما زال المسار الإنساني هو السائد الآن. وفي حقيقة القول أن اللقاء بحد ذاته ربما نوع من التفاؤل، وخاصة يعني أن وضعت كل المحاور وكل المطالب على طاولة واحدة، وربما هناك حلحلة لبعض هذه الملفات. وإن كنت أنا أجد بأن الإفراط في التفاؤل يعني يساورني شك بأن طرف الحوثي أن يلتزم بما سيتم الاتفاق عليه، لأنه في كل ما نجده من محور من المحاور هناك تلغيم، بعض التلغيم لبعض المحاور هذه التي تطرح الآن، وخاصة في الجانب الأسرى والمخطوفين. يعني قوائم هائلة جدا الآن يطالب بالأسرى، يطالب بالمختطفين، يطالب بقتلى أصلا من سنوات ويطالبهم في كشوفات. أيضا الطرف الآخر اللي هو ممثل بالشرعية والحكومة لديها اليوم قائمة تصل إلى حوالي 8200 شخص ما بين مخطوف وأسير وأيضا معتقل في معتقلات الحوثيين. هذه كلها الجوانب الإنسانية لا زالت تحت النقاش وهناك من يرى تفاؤلا في التقدم فيها، وإصرار ربما أممي على الخروج حتى ولو بهذه الجزئية بنجاح. نعم، التحالف يبذل مجهود حثيث لإنجاح المشاورات ويدعم أيضا جهود المبعوث الأممي، برأيك ما هو الدور الذي تبذله الآن نقول دول التحالف لإنجاح هذه المشاورات؟ يعني هناك دفع الحقيقة، وأنا تابعت بعض التصريحات سواء كان من المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا تصريحات من دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتبار أن
هاتين الدولتين هما محور ارتكاز أساسي لدعم التحالف العربي في اجتثاث الحوثية من اليمن وإعادة شرعية إلى اليمن، وأيضا وهناك أيضا إصرار من قبل هذه الأطراف على أنه لا يجوز أن نشرع للانقلاب تحت أي مسمى أو تحت أي ذريعة أو تحت أي مساومة، لأن هناك محاولات حثيثة على أساس شرعنة هذا الانقلاب والهروب بعيدا من المرجعية الثلاث المتمثلة بالمرجعية الأممية في القرار 2216 وأيضا المرجعية المرجعية الخليجية وأيضا أيضا الحوار الوطني. هذه المرجعية الثلاث لا زالت هي العناوين الرئيسية ربما تتمسك بها الشرعية والحكومة في المفاوضات التي تجري حاليا، مع بعض قلت الحلحلة في الجانب الإنساني، وربما يبدو هكذا أنه الخلاصة سنخرج حتى بتبادل الأسرى والمخطوفين و إلى حد ما يعني في الأسابيع القليلة القادمة. نعم. مع بعض التفاؤل إذا كان هناك بإمكانية رفع الحصار عن مدينة تعز التي نالت ما نالته من هذا الحصار الجائر عليها، أيضا مع إمكانية فتح خطوط للمساعدات الإنسانية المهمة خاصة في ظل التدهور الإنساني الكبير المخيف الذي يعني الأمم المتحدة أيضا تعمل له بالا، لكن الدول التحالف هي تسعى بأن تخرج من هذه الأزمة بشتى السبل بما يرضي الأطراف اليمنية وبما أيضا يعني يحقق لها الأمن والاستقرار على المحيط الإقليمي، وخاصة أنها فقدت هذا الأمن والاستقرار في بعد أن سقطت الدولة الحقيقية التي كانت ممثلة بالزعيم رحمة الله عليه. نعم، كيف تقرأ غموض نقول مبادرة غريفيث حول الحديدة وكذلك نقول غياب الثقة ودخول العامل الإقليمي إلى مشاورات السويد؟ هو في تصريحاته أكد على أن من الصعوبة بمكان الحديث عن الحديدة لأنه من المبكر جدا أن يعني وجد أن موضوع ميناء الحديدة أو الحديدة عموما هي محور ارتكاز كبير جدا في هذه المحاورات، وهو أكد بأن يمكن الملفات الأخرى يتم التعاطي معها بليونة وسهولة، لكن موضوع الحديدة موضوع شائك وكبير ومعقد جدا لأن كل طرف يتمسك بموقفه، خاصة بأن يعني سقوط الميناء أو عودة الميناء إلى الشرعية معناته يعني انتهاء للجماعة الحوثية وأيضا قطع كل ما يمول جبهاتها وأيضا عدم ابتزازها لما هو اقتصادي وما يأتي عبر هذا الميناء، وأيضا عدم ابتزازها حتى لمن تدفع بهم إلى الجبهات جبهات القتال تحت يعني وطأة الجوع والفقر والحاجة. وطبعا وجود ميناء في يد مثل هذه العصابة يمثل لها الكثير، والانتزاع هذا الميناء يمثل انتزاع الروح بالنسبة لهم، فطبيعي أن لا زالت المسألة شائكة كبيرة جدا، ولا بد من مخرج ربما في الأيام القادمة أو في الأسابيع القادمة أو ربما قد يرحل هذا الموضوع إلى حين، لكن لا زالت أنا أشاهد وتابع الميدان لا زال هناك سجال في هذا الجانب، وإذا كان هناك تقدم ما يفرض واقعا ما ربما هذا الملف سيفتح من جديد ويكون له ما له في وقتها. نعم، أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف هزاع البيلة. بالنسبة لغموض نقول مبادرة غريفيث حول الحديدة تحديدا ووصفي لها بأنها الملف الأصعب وأيضا التدخل الإقليمي، ووجد في المشاورات أيضا عدم الثقة، كل تلك العوامل تساهم في نقول ترحيل المشاورات أو إخفاقها، كيف تفسرها؟ كريمة، المشاورات حدث بصراحة، مشاورات السويد هي جاءت إنقاذا للحوثي وإيقافا لمعركة الحديدة التي كانت قاب قوسين أدنى لتحريرها. نعم. ما يحدث اليوم في مشاورات السويد هو من الجانب الإنساني الذي تراه على الحكومة الشرعية، من الجانب الإنساني هو
اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين. اما من الجانب الحوثي فهو الكل يعلم ان الحوثيين استنزفوا بشكل كبير في جبهات الساحل وعدة جبهات. نتكلم بصراحه يعني هذا الملف مهم لهم ان يستعيدوا رقم كبير مطروح اليوم 7800 اسير ان عادوا احسبي 50% على الاقل سيعودون الى جبهات الحوثي، وهذا شيء راجع لهم يعني لان الجانب الانساني هو الاهم. اما ما هو انقاذ فانا ارى ان المشاورة السويد ستخرج بهذا الملف فقط ما غير الذي هو بحاجة الحوثي. أما ما بقية الملفات فالحوثيين مهما كان سيوقفوها وسيدمروها وإن كانت لصالح، وإن كانت كما يطرح جنيف مبادرة الحديدة هي بالكيف، هي يعني بحد ذاتها جريمة في حق الشرعية أن تسلم الحديدة وهي والجيش الوطني على بعد أمتار لميليشيات ويتناصفوا فيها او تتحكم ميليشيات وتتحكم وتضيع السياده اليمنيه في ظل تدخل اممي اخر. واين الحل في الموضوع اصلا؟ لا يوجد حل الان للموضوع في مبادره المبعوث الاممي، لا يوجد فيها اي حل وانما ترحيل مؤقت للمشكله في ظل ضغط ايراني وضغط حوثي على انهم لازم يستوعبوا كذا، ويعني توجيهات اخرى تجيهم وهم يعلمون حجم الكارثه اللي هم واقفين فيها. والمشاورات جاءت القادمة، هذا الشيء الذي سيحدث غيره لن يحدث أي تحريك لأي ملف في المفاوضات المطروحة، وإنما تأخير للوقت. على الأنباء الآن تتوارد بشدة عن حشودات كبيرة يقوم بها الحوثيين وعن نقل أسلحة إلى جبهة الساحل ومحاولة التطبيق ومحاولة ماذا فعلت المشاورات لا نعلم. نعم، الأمم المتحدة الآن تقترح انسحاب الحوثيين من الحديدة في طبعا في اليمن مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، كيف تقرأ ذلك؟ أختي العزيزة نطرح الموضوع بالعقل كيمنيين. لا يعنينا ما يحدث في على الأوراق أو على طاولات التشاورات. كيف لك أن تسحب القوات الآن باتت الحديدة مسيطر عليها من القوات الشرعية 80% وما داخل الحديدة هي ميليشيات وملقمة، كيف تستطيع أن توازن هذا القوة وأن تخرج هذه القوات من داخل وأن تأتي بقوات أخرى؟ هل سينسحب الحوثي من داخل المدينة؟ هل سيسلمون على الأمم المتحدة كاملة؟ يعني ضرب من الجنون هذا الذي يحدث الآن، أن توازن بين هذا الذي صاير. ماذا يحدث؟ لن يحدث هذا الكلام، ولن تصير الحديدة يوم من الأيام في استقرار. هم يريدون السيطرة على الميناء ولن يتركوا مهما جاء ضغط دولي، لن يتركوا إلا بقوة. هذا المتعارف شيء. فلذلك ما يحدث في مشاورات جنيف وعلى طاولات التفاوض بعيد كل البعد عن ما هو موجود في الواقع اليمني وما هو موجود في الحديدة الآن. هو لا، إما أن تسلم لدولة أو تسلم للميليشيات، غير كذا ما فيش أبدا. لا الحوثي قادر يحسبها ولا الشرعية قادر تتقدم في ظل الضغوطات اللي حاصلة. دعوا اليمنيين لأنفسهم ويمضوا المشاورات تمضي، هي في الأخير ستنتهي يوم الجمعة وستبدأ الحروب جبهة الساحل بالتحرك من جديد، وهذا ما يحدث أصلا. نعم، الآن هناك رفض في الحكومة لوجود طويل الأمد للقوات طبعا أو نقول لاستلام الميناء، هل يدل ذلك على أنه وجود آلية معينة لأنه طبعا الأمم المتحدة تشرف على هذا الميناء لفترة محددة ثم بعد ذلك تسلمها للقوات الحكومية أم ماذا؟ في السابق عرضت الشرعية والاتحاد تسليم ميناء الحديدة والحديدة للأمم المتحدة، رفضوا حينما كانت الدماء لم تسير وحقنتها ولم تصل حتى القوات الشرعية على أطراف الحديدة. ما الذي تحدث يعني؟ لماذا الآن نتحدث عن تسليم ميناء الحديدة وأصبحت القوات على تبعد الله سبحانه عنها؟ يعني هذه هي سيادة الدولة وهذا ميناء الدولة. كيف تقارن أن تأتي بأمم المتحدة لتدير ميناء وتوزعه بين الأطراف اليمنية؟ يعني أين ذهبت شرعية الدولة اليمنية؟ أين ذهبت القرارات الدولية الصادرة في حقها؟ لا لا لا, 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 لا في يوجد هناك الآن لبس كبير وخلط في الأوراق، لا نعلم أين ذهب، لكن نأمل كثير أن الجانب الشرعية يعي هذا الكلام ويعرف جيدا ماذا يحاك له، وفي الأول والأخير لن يحدث إلا ما يريد. نعم،
أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أنور الأشول. الأستاذ أنور، الحكومة طبعا تحدثت عن مقترح الأمم المتحدة بحول انسحاب الحوثيين من الحديدة في اليمن مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، كيف تقرأ ذلك؟ هو لا بد أن نعرف بأنه لا يوجد انسحاب إطلاقا، يعني أمام هذا التعنت وأمام هذا، بالعكس الأمم المتحدة هي ربما رمت بطوق النجاة للحوثيين في مسألة العودة إلى طاولة الحوار، خاصة وأنهم كان قاب قوسين أو أدنى من سقوط المدينة، وأيضا يعني سقوط ميناء الحديدة بأيدي القوات المتواجدة الآن المرابطة في الحديدة، ولكن طوق النجاة جاء لهم، وكان ويفترض أن يستلهموا هذه الخطوة وأن يعودوا إلى الصواب وإلى جادة الصواب وإلى المسار السياسي السلمي وإلى حقن الدماء وإلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني. أما أنهم يسلمون فهم تأكدي بأنه لن يحدث أي تسليم ربما إلى آخر رجل فيهم، لأن هذا هو ديدنهم وهذه أجندة موجودة ومفروضة عليهم، ويفترض أن يستمروا بها إلى آخر نفس وإلى آخر قطرة من دماء الشعب. فطبيعي من يذهب في الجبهات اليوم، من يقتل في الجبهات، هم أبناء الشعب اليمني، هم البسطاء، هم الأطفال، هم الشباب المخدوعين بهذه الأفكار الجوفة، لكن الأجندة من ينفذها؟ هذه الثلة للأسف الدخيلة على المجتمع اليمني المسمى بين قوسين الحوثية. فطبيعي ان انها لانه انا قلت انه انتزاع الميناء معناته انتزاع الرئه التي تتنفس منها الحوثيه وتدفع برجالها وبمقاتليها الى الجبهات واستمرار اشتعال النيران في الجبهات. فلا يوجد على المدى القريب يعني اي نوع من الانسحاب، ولكن هو ربما المسار السياسي هو الذي سوف يعني الى حد ما ممكن أن يجد مخرجا لمسألة تسليم الحديدة، إما للأمم المتحدة لإدارتها كما هو مطروح، أو لإدارة مشتركة ما بين الأطراف الثلاثة، يعني لابد من مخرج ما لحلحلة هذا الملف بشكل أفضل، لأن الكلفة البشرية الحقيقة حتكون كارثية في الحديدة إذا ما صح التعبير، من إعادة المواجهة من جديد والقتال في الأحياء والمدينة الحديدة، وحتكون الكلفة بشرية كبيرة جدا، وهذا ربما ما يعني تخشاه الشرعية والحكومة وأيضا حتى القوات المرابطة هناك. يعني المسألة ليست بالهينة أن ترتفع هذه الكلفة البشرية من أبناء شعبنا وإخواننا وأبناءنا وأباءنا في محافظة الحديدة، وهم يعني يدركون ذلك، وهذا ما لا تدركه أيضا الجماعة الحوثية، لأنه في الأخير هو ليس هم لها إلا أنها تنفذ هذه الأجندة الخارجية بأي ثمن كان ولو على أنقاض الشعب اليمني برمته. نعم، ما الذي يعنيه ترحيل المشاورات إلى العام 2019؟ أنا متفائل بالعام 2019 كثيرا كما قلت بداية الحديث بشيئين رئيسيين مهمين، وهو أهم واحد منهما وهو رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، إن شاء الله سيتزامن في فبراير من العام 2019، لأنه هو التوقيت ربما الجديد لإما أن تجديد للعقوبات أو رفع العقوبات، وأنا أجد أنها فرصة لرفع العقوبات، وبالتأكيد سيتم رفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. 2019 سيحمل كثير من التفاؤل فيما يتعلق بالجانب الإنساني. أنت تتخيلي أن 15,000 يعني من الأسرى والمغيبين ومن المعتقلين ومن المختطفين سواء كانوا من مختلف فئات المجتمع وشرائحه، يعني هذا كل القوام من الكشوفات التي قدمت الآن، يعني هناك الشرعية يعني تطالب 8,200 وما تبقى تطالب بهم الجماعة الحوثية. هذا الرقم المهول 15,000 عندما أنا يعني عندما يعودوا إلى أهلهم وإلى أسرهم ويكونوا ربما استفادوا من الدروس والعبر التي مضت، وأن أنكم تقاتلون لا لشيء وإنما لفكرة
غريبة عن اليمن و نعم شكرا جزيلا لك. من يدفع الثمن نعم هو اليمن. نعم فعموما هي كلمة أخيرة خلاصة القول، نعم أن مهم جدا إعادة بناء الثقة في بين المتحاورين حتى الخروج بما يجعل اليمن متفائلا وما يضحي به الإنسان من أجل اليمن واليمنيين. نعم شكرا جزيلا لك الإعلامي والمحلل السياسي أنور الأشول، وكان معي أيضا عبر الهاتف الناشط الإعلامي هزاع البيلة. شكرا جزيلا لكم مشاهدين الأكارم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن رعايته.